حضرتك شايفة إن الدكتوراه أثرت على حضرتك أو أثرت على طريقة إدارة حضرتك للبزنس؟ طبعا هي بتفيد البيزنس جدا. يعني انا حتى الناس اللي كانوا شغالين معايا في مكتبي كانوا دايما يقولوا لي انت في مروه قبل الدكتوراه ومروه بعد الدكتوراه، بالذات الدكتوراه بتاعت الاداره. يعني فادتني جدا في موضوع التعامل مع الناس، وان انا ازاي ننظم الشغل وازاي نعمل جداول عمل وازاي يبقى الموضوع زي ما بيقولوا ماشي تروس بتسلم بعضها من غير ما ابقى واقفه عند كل مرحله وبتابع بنفسي. يعني انا من النوع اللي لازم احشر نفسي في كل حاجه في الشغل وابقى مشيكه عليها وابقى شايفه ان هي طالعه بيرفكت وكده. ده طبعا صعب جدا، يعني صعب ان انا ابص على كل حاجه. الدكتوراه بتخليني طبعا اشوف الجديد واطبقه عندي، وكمان حاجه مهمه قوي انا شايفاها ان انا يعني بعد شوية يعني على سن 50 سنة مثلا، 55 سنة ممكن أتفرغ للتدريس. أنا شايفة إن كل بني آدم مننا عنده رسالة علم لازم يعلمه، فأنا عمالة بتعلم كل ده وحاسة إن أنا ما زلت ناقصني كتير ومحتاجة إن أنا أتعلم أكتر. وهاي عند لحظة هبقى الجزء اللي أنا اتعلمته وحسيت إن أنا متمكنة منه لازم أديه لطلبة بعدي أو حتى المهندسين اللي معايا. أو ده شايفاه مهم قوي إن أنا ممكن أدرس في معهد أو في جامعة أو whatever، يعني يعني حابة إن أنا أقوم بالرسالة ديت وأسيب بصمة عند الطلبة دول. يعني زي ما إحنا هنا برضو في المكتب زي ما بتشوفي الطلبة اللي بيتدربوا معانا بيطلعوا مستفيدين وحاسين هما لا ده احنا سمعنا عن حاجات جديدة، ده احنا خدنا يعني كورس يعتبر مكثف وفادنا كتير جدا في دراستنا.